جه دلوقتي القناة مع سيد، وزي ما احنا شفنا هي قالت حاجة من يعني واضحة جدا، طفى النور عليها، خبط على الباب، اضطرت تفتح تطلع، دخل هو وقال لها انا عايزك دلوقتي بالعافية. هي رفضت، راح مسك السنجة وهدتها وخوفها، اضطرت ان هي في الوقت ده تعمل ايه، وللأسف ان جوسها طب عليها في البيت. طبعا شاف جوسها راح مسك الفاس ضربه وحكم عليها تدخل معها الحمام بالعافية. سيد، ايه اللي خليك تخبط على الباب وتطفي النور عليه؟ يا باشا في محضر جاله كل حاجه فيه، مغير ضغط مغير اجواله. يعني الكلام ده مش مظبوط؟ في محضر، مش في محضر. طب قول لي انت الصراحه، انا اسفك الصراحه، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وحياتي اللي انا فيه ماشي. هي من حوالي 3 شهور اتفقت معايا، هي في حالتي ان انا تعبانه خالص، حالتي الماديه ما فيش خالص، اللي هو انت الفي خالص، وانت سبب في كده طبعا. الحكومه تمام ماشي، ان انا جيت هنا المركز ما رضيش يعينوني، واحنا في ظروف في البلد كلها مو شيء. انت بخلينا تعمل كده المهم ماشي. قالت لي اديك 3000 جنيه وموت لي جوزي، وموت لي جوزي، وموت لي جوزي، على اساس ان انا اخذ من 3000 ل 4000 جنيه ما عملهاش ما موتش جوزي، وراح باي مكان ما كاش على الفلوس، الفلوس دي خاصه بها هي تمام، مش خاصه بجوزها تمام. بس جي اليوم الحادثه دي، لا بس انت اشترطت عليها حاجه تعملها، لا حصلش على يمين المصحف يا باشا، لا انت ما عملتش معايا حاجه تمام. المهم ماشي، قالت لي اديك 3000 جنيه، قلت لها اديني اخذ 5000 جنيه بس، قالت لي خلاص ماشي، حاسس ان انا كان علي قرشين سديتهم وبقى اروح بهم اي دوله. بيضحك عليا بيضحك عليا، انصب عليه وصرف من اللي جاز كل واحد بعمله تمام. ماشي، جات راح جاب الشرطين برشام من اول هي، والمباحث لقوا عندها في البيت، مباحث لقوا عندها البرشام في البيت تمام، حط منهم في عصير ليمون وزقته له ماشي، يعني ما طبش عليكم بالتوك توك ولا نور انقطع، لا ده جاب ليها الكلام ده، انا بجيب لك الحكايه من اولها. اجيبها تعال احكي لك ماشي. حط البرشام في العصير وزقته له، وراحت للبي قالت له على سمير نايم جوزها، تعال ابن عمها، هلا ابن عمها، تعال فطسه ودرمي في حته بالتوك توك خلاص. قلت له خلاص مش هروح وانا جاي وراه تمام. رحت ما رضيتش اروح مره البيت، نمت. انت قلت رحت اهو؟ لا بقول لك هي راحت وانت ما رحتش. انا ما رحتش اقسم بالله العظيم اللي حصل تمام. راحت لي تاني، قلت لها قالت لي تعالى شوف ده نايم، دخلت جوه لقيت نايم. رحت معها المره دي بقى. رحت معها البيت، لا نفس الساعه بعينه تمام. رحت البيت عليها قالت لك تاني، رحت البيت لقيت المغزى نايم وكده. قلت لها انا خايف صراحه ربنا، لا قلت في ناس في الشارع وانا ما اقدرش اعمل حاجه، ما كانش في حد في الشارع خالص انت مش عاوز تعمل. قلت لها صراحه ربنا ما ليش في الموضوع ده، فده برضه زن ورايا، فلوسك فلوس موجوده وانت مزنوق عشان تسد الفلوس اللي عليك، وقدمت لك اغراءات. الله ينور عليك، بس غلطت حاجتنا لا الله اعلم بيني وبين رب. بس جيب اليوم بقى، جيب بقى راح كان مسافر على مصر، هو مسافر في العصر، قالت انا اخليه اخر شويه عايزين نطلع ورا بعد المغرب ويتموتوا تمام. رحت اخذت المكنه انا واخويا ورحت زقيت تمام، كل شويه اضرب على تليفون، انت فوت، انا لسه ما خلصت زقيت الموبايلات دي، انا الموبايلات تعال تعال، قلت له انا لسه ما خلصت زقيت، ما اقدرش اسيب اخويا في الغيط واروح واسيب اخويا سنه راح فاجئت منها. طنشت الموضوع ده قالت لي خلاص. جيت بعد 3 ايام تقول انت لو عاوز تموته كنت موت، بس حياتي مش في بالك انت يا ستي، يمكن ربنا يصلح حاله وكده، يمكن ربنا يهديه، يمكن كذا كذا يطلع حاجه. قالت لا انا مش يصلح حاله خالص، بينهم بعضين مش هيقدر صبح خالص. ايه اللي كان شاغبها في يوسف بقى؟ ما اعرفش، هو كان تعبان يعني صحيا؟ لا راجل كان شاب كويس، كان شاب كويس، كان 100 100 في شيء حاجه. بس انت من وجهه نظرك، ممكن من وجهه نظره ما كانش شاب كويس؟ والله انا ما اعرف، ما قالت لك شيء يعني؟ لا ما قالت ليش تمام، من وجهه نظري رغم ما كانش بتخبي عنك حاجه، لكن المهم اللي حصل بقى. يبقى يوم الحادثه ده رحت عند ابوها، اهل ابوها في شرق العزبه. اليوم اللي حصل فيه عشان بس هو انا جاي لكم تعال في العصر، رحت عند ابوها، اخوها كان جاي من الاردن جماعه سن بعد قبلها بيوم كده، جاء قالت لي بعد المغرب تعال نجهز لك قرشين، تعال خذ مبلغ من الفلوس، مثلا تعال خذ. وانت ما صدقت؟ صدقت طبعا ان اخذ منها فلوسات واجن. فتحت الباب دخلت وتبهت الفلوس، قالت لا تعال خش جوه واجيب لك الفلوس. قلت لها احسن ان جوزك يجي ولا حد يشوفنا، قالت لا تعال. دخلت جوه تمام، ما كملتش يمكن مسافه ما جيت وجاي كده. اترينا اخوها جوزها ضرب عليها تليفون، قال انا جاي اخذ طلبات واتعشى وامشي تمام. ما قلت لها خلاص ماشي، لسه من الكلمه صدقتها التوك توك طب علي. انا قاعد تحت، انا مش من التوك توك، وقف قدام الباب، خدت نفسي وليت لفوق. انا الفنيت ان انا اضربه هستنى ورا الباب واستنى في حته وهضربه اموت. عدك العيب، كلام مظبوط مش مظبوط؟ مظبوط. وليت لفوق ماشي، وليت فوق بقى عشان ايه؟ استخبى ولا اهرب اروح اي مكان تمام. ما هربتش ليه؟ ما لقاش مكان اهرب منه. ما انا بيت طبعا مش عارف اروح، بقيت متحاصر. ما بقيت متحاصر تمام. جيت في حته عاليه كده رحت مستخبي. مين قلت لنا السيد؟ اقسم بالله اقسم بالله هو اللي حصل. طب هو شافك منين عشان يطلع لك فوق؟ شاف بقى سمع صوته وانا طالع اسلم لفوق. نصيبك نصيب الحمد لله، طلع لك فوق. طلع لفوق مين؟ قلت انا السيد. جيت انا قلت انا جاي اسرق الصراحه يعني. قلت له جاي اسرق. تسرق ايه بقى؟ اسرق انا قلت له جاي اسرق وخلاص. انت جاي تسرق مراته؟ لا مش اسرق مراته، وربنا اللي يعلم بكلامه تمام. ماشي، راح مسك ضرب فيها الضرب وتغلب علي. جت من تحت لمسك ماسكه بلطه هي، يعني هو صحته اكتر منك وتغلب عليك.
طبعا انا صاحب بيت وانا وانت شايفه بيها حتى ما يكون صحتك الخضه نفسها تخليك خاضه كل واحد يعني كده لا ده لسه جايين للخضه احنا المهم الخضه لسه جايه المهم ما تسبكش الاحداث يا سيد ما تسبكش الاحداث هم راح مسك فيت غلب عليه رحمه الله قدني في الارض معورني في كوه هنا وعلى الصاب وفوق كده هي طبعا ما هنش عليها سيد لا طبعا اكيد هي عاوزه تخلص منه سيد مين ابو ولا ابو سيد مش ان هي تخلص من جوزها مش مني انا تمام عملت بها هي راح جابت بلطة من غير يدي من غير الخشبة كده راح أعطتها لي أنا إذا مسكها راح وخطفها مني راح خبطني فرسها عبرني فرسها هنا وخبطني لها بدقلة يا راجل بلطة لو خبطت كان زمان دلوقتي بين فيك حاجة بلطة هي موجودة هي موجودة هي المهم موجودة فرسها طيب أنا بقول اللي حصل معي أنت أقسمت بس أقسمت وربنا لين بحلف يعني طبعا ماشي عليك من الخف لا مغمش علي برضو فضلت أعفر فيه شوية راح جاب الطورية من تحت هي أقسم بالله سادة ماشي حالاتي اللي أنا فيه سادة وراحت نواة خبطة من ورا من هنفرس من ورا ده بتقول انت اللي خبطت لا ما حصلش هي اللي خبطت بطوريا دي مش مصحية يا شايف حياتي سادة حياتي مصحفة العناية هي اللي خبطتهم فعرس من ورا وربنا هات المصحف هات المصحف انا لسه متوضي انا لسه متوضي ومصلي الوقت حياتي بلاش من المصاحف لا لازم عشان احكي لك على اللي حصل حياتي اللي حصل ده جت من ورا راح خبطتها في الفرس من ورا رسم من ورا تمام راح ساب هدوم كان مسك هدومه كده طبعا خبطة جامد راح واقع راح واقع سبت هدوم رحت مالي لتحت على السلم لتحت تمام سيبته هو هي فوق اقسم بالله اللي حصل وبعدين اللي حصل اللي حصل جيت افتح الباب لقيت الباب مقفول بالمفتاح هو الترباس تمام والمفتاح مش في الباب نزلت قلت لك جايه يجي العربيه بالسلم متعور في ده وساح في ده ما اعرفش بقى ميت صاحي الله اعلم بعد كده ما حصلش ما اعرفش بقى اللي حصل ده اعصابي سابت خلاص بقى ما اعصابك سابت زي ده اللي جاي هو اللي عايز الاعصاب ممكن ما فيش مش حاجه قدامي تاني طيب بس ايه لا ايه اللي دخل الحمام في الموضوع ما حصلش يا باشا ما حصلش ازاي لازم تقول كده الراجل ومره لازم تقول لك اتبرى نفسي اغلب كده لازم تقول كده طب انت يعني ما عملتش معاها اي حاجه غلط رزيله خالص ما حصلش والله انا طيب مستاذنكم ونشوف نجيبها تاني انتصار ونشوف هتجيب هتقول عاد مره زي دي قتلت جوزها وابن عمها عاوزه تخلص منها هتقول اكتر من كده ما لازم تشنكني في الجريمه هتقول اكتر من كده انت اصلا معترف انت اشتركت فيها اهو ما لازم اقول سبحان لازم اقول كده هعملها طيب لقيت بعد كل كده كل ما اتكلم يقول لك لا اسكت انت هي قالت كذا كذا سكت هعملها طيب مين اللي حط الجثه في الشوال انا وهي حطيناها في الشوال ومين اللي مسح الدم هي اللي مسحت الدم مين اللي حطه في التوك توك شلناها مع بعضنا حطيناها في التوك توك ومين اللي زق التوك توك لغايه الطريق زق انا وهي مين اللي حط البنزين هي حطت البنزين وحطت الولاعة في جيبها حط الولاعة في جيبها ومين اللي ولع في التوك توك هي كبت البنزين وهي اللي طالع في البنزين وهي اللي ولعت خدت كم في السرايه دي كلها حوالي يمكن ساعه او ساعه ونص لا خدت كم في الهوز فلوس ما خدتش حاجه خدت خرب بيتي وخرب بيت عيال ما اعرفش شو رايحين حد خدت تواجهها بالكلام ده اواجهها تواجهها اواجهها خدت انا يعني طيب نستاذن عصام بيه رئيس مباحث القسم المركز ونشوف انتصار ونيجي مع الكاميرا مين اللي ضرب جوزك بالطريقة او بالفاس هو طيب انا ضربت جيب بالفاس كيف اطلع امسك الفاس من تحت واطلع فوق اضرب فوق ومستنيني فوق لا انت طلعت فوق وبعد كده نزلت تجري ورا بعضيك وتحت وجع هو على البلاط لان كان داغ لان كان مع الضغط راح جاب المسحه من ورا الحيطه والله العظيم ما حصل هي جايله في التحقيق في المحضر قالت انا اعطيته الفاس واضربه بالفاس لا يا باشا ما حصلش والله العظيم ما حصل طيب. والله العظيم ما حصل نيمت جوزك حطيت له قبل كده منوم في العصير الليمون ورحت له كذا مره عشان يجي يقتله ما حصلش لقيت منوم هناك لقى الشرطين عنده شرط فاضي وشرط مليان ايوه في منوم في بيتي بس ما حطيتوش لجوزي تعملوا بالمنوم في البيت وبعدين المنوم جابه في البيت ليه الشريط اللي انا كنت جايباه ده كنت جايباه نفسي ما كنتش مقدر انام خالص بعد ما روحت وجبته بس هو دخل وانت ورطت له جوزك وهو نايم بس هو مين لا ما حصلش ده كذاب كذاب ما حصلش انت اللي رنيت عليه على الموبايل وجالك البيت والباب يا باشا هنا الموبايل معهم هنا طيب بعد ما قتلتوه عملتوا ايه هو هددك بايه هددني بان ما عملتش معاه كل حاجه هينجحني بالمسحه كل حاجه اللي هو ايه ان لم معاه الدم واديه مكان ما هو عايز وهو منفذ له اللي هو عايز اللي هو كان عايز ايه كان عايز انام معايا نمتوا في ايه الحمام حصل منها بس ما حصلش مني انا تقول لي عاوزاه المصحف يا باشا انا حفظك حلفان من غير حلفان والله 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 اقسم بالله العظيم يا ضربته بالفاس هي طب يا باشا كيف ايوه انت اقسم انت قسمك صح كيف طيب هي ضربته بالفاس لكن دخلت وعملت الرزيله في الحمام ما حصلش يا باشا ما حصلش لازم تقول كده احلف على المصحف احلف اقسم بالله العظيم ما حصل في الحمام احلف على المصحف
ما حصل في ايه؟ ما حصل في حاجه من الكل. يبقى انت كده كده كلامك مش مظبوط. لا يا باشا والله العظيم حصل، والله العظيم حصل، والله ما حصل. انا هفضح نفسي يا باشا. طب الفلوس اللي انت كنت هو كانت قال لك هتدي لك كام؟ قال لي اديك 3000 جنيه كده. قلت انا عاوز 5000. قلت انا عاوز 5000. انت كان معاك 5000 محضر يا باشا؟ يا باشا هو اللي طلب منك اول ما روحت بيتي وقال لي انت دلوقتي قاعد يقول لي انت بس 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 خلاص. شوف بقى كلام واضح اهو. بس يا باشا انت كده وحدي. بس يا باشا ازاي واحد يطلب منك فلوس عشان يقتل جوزك وانت بتقولي وفوجئت ان هم اتخانقوا وقتلوه؟ لا لا بص يا باشا، هو طلب مني قبل كده بس انا رفضت. طلب منك ايه؟ بس ليله ما دخل لعندي البيت والله العظيم ما كنت معداه ولا قلت له تعالى. طلب منك ايه بس هو؟ طلب مني فلوس قبل كده. ليه؟ عشان ايه؟ قلت له لا، لان هو اصلا متعدد منه، لان هو طلب منك فلوس عشان لان هو دق وهو فلوردن قبل كده. يا اصل انتصار انتصار. طلب منك فلوس عشان خاطر ايه؟ عشان يقتل. بس انا قلت له لا. طب وفي واحد في واحد اقول له اروح لواحد للبيت تقول له هات خمس وقت اللي جوزك واحنا قاعدين في الغيط اما يقول لي هو ما يزل لي فيك لا وما يعمل فيك لا كده. ها قلت له المهم. هو كان دقه وهو في الاردن وبعد كان متعقد منه يبقى قلت له دلوقتي انت عايز ايه؟ قال اديني 5000 جنيه واخلصك منه. قلت له لا ورفضت. ولو قلت له 3 كفايه؟ لا انا رفضت خالص. قلت له لا. وفضل بقى هو يطاردني ويجي يخبط على الباب ويطفي النور.